يعني مفزع ان يصل المجتمع المصري لهذه الدرجة من التدني ويصل الامر للقتل في الشارع من اجل ماديات او من اجل امراض نفسية، اي مكان السبب. فامر فعلا مقزز ومتعب جدا، ومفيش عزاء لنا الا يعني القصاص العادل يعني. وده الامر اللي ان شاء الله بننتظره من محكمة جنايات القاهرة شمال القاهرة. استكمالا طبعا كلام الاستاذ عمرو مقدم مشكورا وشرح الواقع، طبعا انا عايز اقول لكل الناس، ودي يمكن رساله انا بقدمها لكل الناس، كل الناس اللي شاهد المجلس، كل الناس اللي بتهتم بالامن العام في الشارع المصري، كل الناس اللي بتبقى خايفه على ارواحها وراحه شغلها وهنا وهنا وهنا، يا جماعه موضوع جريمه القتل ده انظروا له من ناحيه واحده بس. انا مش هجيب شاهد اثبات ومش هجيب اسباب ومش هجيب اي حاجه، بصوا للفيديو اللي فيه مشهد القتل. هل يعقل او حد يرضى او اي دين او شرع او ضمير يخلي واحد سنان بيدافع عن نفسه او في مشاجره او اي مكانه الاسباب اللي بقولها فعلا بتاعت يخليه يطعنه بهذا الشكل الرهيب 7 طعنات نافذه في اماكن متفرقه، ثم بعد ان يجد المتهم في بعض الروح والمتهم يقعد يقوم بذبح رقبته. فريق الدفاع بيقول ان دي مشاجره ما كانش فيه نيه للقتل. وحادثه مولده اللحظه. انا بقول الرد على هذا السؤال، انا عايز الناس هي اللي ترد وتشوف الفيديو. يقول ان ظهر في الفيديو غير الحقيقي. لا لا لا، هذا الكلام لان في ممكن تبقى واحد شاف جزء من الفيديو كده، انا عايز الفيديو الكامل يشوف مشهد القتل. لو كان ده يا جماعه الخير انتوا احكموا، لو كان هذا المشهد مشهد مشاجرة او قتل افضل اموت انا معاكم، واحنا مش عايزين حاجة، بس هذا المشهد عمره ما يدل الا دلالة قطعة على حاجة واحدة بس، وهي قتل عمدي مع سبق رضاد يحمل طيات غل وحقد عند القاتل غير معلومة، مجهولة المصدر حتى الان، ليس لها سبب. دفاع القاتل كان بيقول ان المجني عليه لا يعاني من اي عجز. لا ما هو لا 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 شرعي يقول بقى يقول حاجه، يقولوا ان هو ده ثابت بتقارير طبيه وثابت اصلا هو معاه كارنيه، معاه كارنيه خدمات طبيه. تعالي حضرتك على مظهر مش ظهر بيه المتهم داخل القفص وبيتخفى من كاميرات الصحفيين، هو المفروض يواجه الناس يعني يقول انا بتشرف بالقتل يعني، يعني هو المفروض يعمل ايه؟ تعليق ايه؟ مفيش تعليق، راجل يعني بيواجه بقى مصيره المحتم اللي شطانه وداه ليه يعني. لا انا هقول لحضرتك على تعليق. هل دي علامات ندم؟ لا ولا لك انا ان هو بيموت كل يوم وان شاء الله هيموت نفسيا كل يوم حتى يصل الى الاعدام والقصاص العادل اكتر 100 مره من القتيل. قتيل خلاص ان شاء الله. ولا لك هو بيموت نفسيا كل يوم اكتر مما قتل فيه القتيل. معلش مش خلينا نسال سؤال كده، السبب الحقيقي للجريمه ليه او السبب الحقيقي للجريمه؟ كل ده هتكتشف في حياه المحكمه. كل ده بقى اللي انت سالته ده، انت بتسال في موضوع ايه؟ جوه الاوراق جوه المضمون، فكل المضمون ده كله في حوزه وايد المحكمه، فكل الكلام ده احنا هنعرضه وهنتكلم فيه قدام المحكمه، فما نقدرش نتكلم في اي حاجه الا كمان بعد ما نطلع على القضيه ونصير الاتحاد فيها ايه. قصه المجني عليه قبل ما تيجي المحكمه. اتفضل اتفضل يا امين اتفضل. قصه المجني عليه غصب من القضاء المصري. وصف حضرتك بايه يا اساتذه؟ في القصاص العادي. تابعينا الكرام، وده طبعا كان لقاءنا مع دفاع المجني عليه. يلا محمود عبد الخير طبعا بعد بتطلع يا ابني. بس انا عارف ايه اللي هقوله، انا عارف. طبعا زي ما كنا متابعين مع حضراتكم لسه انتهاء اولى جلسات محاكمه المتهم في قتل، وهنستكمل مع الدفاع المجني عليه حاليا. خليني اقول لحضرتك الاسره وصلت لحضرتك بايه قبل ما تيجي المحكمه؟ الاسره انا مش هقول، انا هرد على السؤال بتاع حضرتك. انت لما شفت المشهد ده انت تبص بايه؟ انت تبص بايه؟ انت تحب ايه؟ انت تحب الحكم بايه؟ حد يقبل حد يقبل فيه كنتوا كصحفيين او اي حد واقف او اي حد مش عارف اصلا يقبل في هذه الجريمه قصاص غير القتل غير الاعدام؟ انت جاي تسالني تقول لي اهله عايزين ايه؟ دفاع القاتل برضو قال ان ده دفاع عن النفس
برغم ان احنا شايفين المشاجرة في الشارع دفاعا النفس. هل محمد بالفعل راح وتهجم عليه في محل العصير الخاص بيه ولا ايه اللي حصل؟ اولا محمد سمعته في المنطقه انسان محترم ومؤدب جدا، ثانيا محمد كان عنده اعاقه على ما اعتقد في ايده الشمال ورجليه الشمال، من اصحاب الهمم الخاصه، وحتى ده باين في الفيديو. دي حاجة. الحاجة الثانية برضو تاني هقول نفس الإجابة اللي أنا بقولها كل مرة، من يسأل السؤال ده يعقل ويشوف المشهد. هل المشهد ده يقول إن دي مشاجرة؟ هل المشهد ده يقول إن ده دفاع عن نفس؟ الدفاع عن نفس يقتضي سكينة ضربة، ضربة إيه؟ إبعاد، لكن ما يقتضيش بالتالي سبع طعنات وجرح إطلاقا. ان شاء الله هنقتص منه والمحكمه هتقتص منه والقانون هيقتص منه لحق المجني عليه وحق المجتمع كله، القانون العادل للقتل والاعدام. بعدين لحضرتك شكرا لحضرتك، شكرا متابعينا في كل مكان. بيننا الكرام، وده طبعا كان لقاءنا الخاص مع دفاع المجني عليه رحمة الله عليه. طبعا ما تقدم به زي ما ذكروا قدام حضراتكم، وتم تأجيل القضية ليوم 1/12 للاطلاع على باقي القضية والجاهزية للمرافعة.